بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. أما بعد، طبعا المنظر اللي أنت شايفه ده ناس كتير بتشوفه ويبدأ إن هو يقول إن الغنم اللي عندي أو المعيز اللي موجودة عندي عندها إسهالات، تمام؟ فده كده عمر يومين، يعني لسه مولود. يا إخوانا، البراز بتاعه لما يبقى بالمنظر ده دي حاجة طبيعية خالص، ده يا اخوانا من اللبن، ده كده بيشرب لبن كويس، يعني الأم بترضعه وبيبقى شبعان. ده كده الإخراج الطبيعي خالص، محدش يقول أو يشوف الإخراج ده ويقول إن هو عنده إسهال، ده كده مش إسهال، ده الطبيعي خالص بتاعه، تمام؟ طيب، يبقى عشان اعرف ان المولود اللي موجود عندي ده بيرضع لبن كويس ولا لا، تمام، زي ما انت شايف هتلاقي هو اصلا فيه حيويه. اول حاجه هتلاقي فيه حيويه بالمنظر ده كده، تمام. الحاجه الثانيه هتلاقي كرشه مليان، تلاقي الكرش بتاعه مليان مش صافط، يعني مش هتلاقي الحتتين دولت، مش هتلاقي المنطقتين دولت داخلين لجوه، فاهمني؟ يعني لما تلاقي الكرش بتاعه مظبوط كده، دولت مش داخلين على جوه، مصفطين لجوه، بطنه مصفطه لجوه، اعرف ان هو شبعان لبن. الحاجه الثالثه عشان تعرف ان هو بيرضع كويس ولا لا، زي ما انت شايف كده ان هو عمل اخراج، فالاخراج اللي انت شايفه ده، تمام، معنى كده ان هو شرب لبن وبدا الجهاز الهضمي بتاعه يشتغل وهكذا. المشكله بس، ومن الحاجه المهمه قوي، ان انت لازم تشيل الايه البراز ده، لان البراز ده اللي انت شايفه ده، البراز ده بيبقى لزج، ولما بينشف بيلزق، فلما يجي يعمل براز مرة تانية بتبقى فتحة الشرج بتاعته مسدودة، فممكن يجي له انسداد فما يعرفش يصرف البراز اللي موجود في بطنه، فممكن يموت منك. فانت حاجة زي كده، زي ما انت شايفها اسهال بالمنظر ده، مش اسهال زي ما انا قلنا، ده اخراج طبيعي خالص. تبدأ ان انت تشيله بقطنة مثلا او بحتة قماشة ومية دافية على طول باستمرار، لغاية لما يبدأ هو يلقط معاك شوية تبن، تمام، مع اللبن، اي حاجه خشنه، يعني اي ماده ملقه، شويه قش زي ده مثلا ولا حاجه، شويه تبن مثلا ولا حاجه، هتلاقي البراز بتاعه بدا يمسك وبدا يعمل معانا اللي هو ليه